بخير، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير. معكم مهدي موتور لوك. اليوم جيتكم بكاربيراتور كما كتشوفوا ديال كتخرج مع فتريبورتو 22. ها هو الرومبالاج ديالها. كنصحكم في الكونسوماسيون زوينه والثمن حتى هو ديالها زوين، ما كاينش شي فرق بزاف بين كيل كوبي ديالها دايره 100 درهم وهذه كيبيعوها ب 150 درهم. هادي كتسرح الموتور، ها انتو كيما كتشوفوا هادي سوينغ 125 كاربيراتور فيها 20 واخا كيكو كتقص. المهم بالنسبه للبيبان اللي غادي يبدل خصو يشوف شي وحده طويله ولا ياخذ هذيك ديال الجاكوار كتكون مقوسه واحد شويه خارجه الجن كما كتشوفوا. دابا راه نحلوا لها غير الكروات ديالها. غنحيدوا هذه اللي كتشوفوا هنا طويله شويه مقارنه مع هذه، شوفوا في الفرق اللي درناها. هاد القصيرة ما تخدمش لينا على حسب ان الا جينا بلاصينا كاربيراتور معاها وحطيناها ما غاديش تجي كما تشوفوا هالبيبا هنايا. الا جينا وحطينا كاربيراتور شو كي غادي تجينا، ما تبغيش تطيح مع الكروات. لذلك غنحيدو هادي غنحيدو هادي من هاد الكيراس هذا قديم ونديرو هنايا. كما كتشوفوا حنا ركبنا دابا البيبا الجديده، بقى لنا التركاب ديال الكاربيراتور. بالنسبه اللي ما كيعرفش يركب الكابلي ها هو الخيط قرب عندي هنايا. بالنسبه للكابلي ديال الكاربيراتور هو هذا، كتجيب هذه هي الاول تاخد الجلده دخلها دي كتحبس الماء ولا كاين شي تراب ما يدخلش مع الكابل، راكم عارفين الطريق كي داير. كتجيب هاد البياسه هادي ديال الفوق كتضربها بحال ما هكا، كتجيب الروسور ديالك ضرب السلك يدخل بحال ما هكا. سمحوا لنا الاخوان شويه معذب هاد لابارتي هادي، حتى الكابلي جا في واحد الوضعيه شويه. المهم بحال ما هكا تحاول تبقى شاد السلك بصبعك وتجيب ديك الساعات هذا تدخلو من هنا كما تتشوف ياك، وغتجر السلك حتى لهنا عفوا هاد العمليه شويه مع الروسور كيكون باقي جديد. ها انتم كما تشوفوها العمليه سهله. دابا هو السلك ديالك مصوب، هادي كتهبطها شويه هكا الامور ناضي. بالنسبه للكاربيراتور غطيحها في بلاصتها عادي بالشكل عادي كما تشوفوا، ها هي طايحه دابا مزيان. شوف من هنا غتبقى لك حاجه وحده هو ان هنايا شويه غادي تقدر يتوشي لك الخيط مع داك الحديده ديال الكادر، غتحتاج دير لها شي جوج ديال العظومه ولا ثلاثه صافي. هذا هو اللي كاين باش ما تحتاجش تهرس هذه المنطقه هذه، مسكين اللي كيهرس هذه من هنا كيقطعها هاد لابارتي. من الاحسن بلاش باش ما يتقطعلكش كابلي ديكسيراتور ولا يوحل ولا شي حاجه، غدير شي ثلاثه د العظومه ولا جوج على حسب، حيت كل الموتور كيختلف من موتور لموتور.
ومنا غنحاول نجوب واش الحلقه ديال جيونا يجيونا شي جوج ديال العظوم بحال هكا ولا ثلاثه وغادي ندوز القضيه مزيانه في الكابلي اللي نحاولوا نقصوه من هنايا واحد شويه دابا غادي نجيو نركبو المسائل ديالنا جات مزيانه غنديروا لها عظم واحد حيت اصلا هاد الماكن هادو شويه كيكونوا زايدين واحد النغزه زايدين واحد 5 ديال الميليم بحال ما هكا ممكن تكون الماكينه كبيره شويه كتعطيك التيسع باش تركب صافي الاخوان دابا بقى لنا غير التركاب ديال الكاربيراتور كروات دياوله ونخليكم تنركبوها ماشي شي حاجه المهم راكم عارفين جوج كروات واحد من هنا واحد من ليه والامور دايزه.